أعزائي متابعين موضوع النسيء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا حبيت أن أساوي هذه الحلقة بحيث أن تكون صوت وصورة لنشرح لكم بعض المواضيع، وأنا كتير كتير يعني سعيد أن الأخ حسام الملحم موجود معنا لنشوف بالضبط شو هي الشغلات اللي اضطرينا بالتعديل فيها بسنة 2020 ببداية أو يمكن بنهاية 2019 بداية 2020 وعملنا التعديل. رح نورجيكم هون بالشير سكرين. اليوم مثلا حطيناه على يوم رمضان القادم اللي هو 7 أكتوبر 2021، ولكن إذا بنرجع لليوم اللي قبله بحيث إنه يكون القمر قريب على الشمس، بحيث انه يصير عند منا يوم المحاق. يوم المحاق مثل ما لنا شايفين هون الشمس هون موجودة والقمر موجود هون على خط الأفق تماما، هذا الكوكب الأسود اللي هون مثل ما لنا شايفين، والشمس هون على خط الأفق كمان، وهذا اليوم 15. هلأ نحن بدنا نساوي القفزات كل 19 سنة. منشوف هون إذا كنا بسنة 2021 بخمسة عشرة، ما رح نغير التاريخ اليوم والشهر، وإنما حنغير فقط تاريخ السنة. فإذا منضيف 19 سنة على 2021 بيصير معنا 2040 هون، وهي السماك الأزل، وهي القمر والشمس بنفس اليوم. إذا بنرجع لورا 19 سنة اللي هن لسنة 21، بنشوف الشمس والقمر بنفس القرن تماما، ولكن باختلاف بسيط جدا. هذا الاختلاف هو قيمته 8 دقائق. الاختلاف 8 دقائق هدول إذا منكرر من سنة 2021 لسنة 2040، بعدين منضيف كمان 19 سنة تانيات لل 2059، كمان 2059 شفنا القمر نزل شوي لتحت، كان فوق صار على الخط نزل لتحت الخط 2078، كمان نشوف القمر والشمس اجوا بنفس المنطقة تماما، ولكن عم يقفز القمر من الخط لتحت الخط لفوق الخط مثل ما لنا شايفين. كمان منروح كمان بسنة، منمشي 19 سنة لقدام لسنة 97، منشوف القمر طلع لفوق شوي، بلش يوصل على السماك الأعزل. هالاختلافات هي اللي عم تحدث كل 19 سنة بمكان القمر، عم يطلع لفوق شوي. إذا بنرجع فيه بس يوم واحد لورا منلاقيه رجع لنفس المنظومة، ما تصار في معنا من اختلاف يوم. فالشيء اللي ساويناه بالتقويم السامي إنه وقت اللي شفنا إنه منزلة القمر عم تختلف معنا ضمن مكررات 19 سنة، يجب أن نعيد النسق من قيمته اللي بتجي بالمرتبة التاسعة، ومنعيدها للمرتبة 13، منخصم هذا اليوم اللي عم يتكرر بالفترات 19. إذا استمرنا فيه من دون ما نعيد الكسر بصير في عند منا اختلاف بقيمة شهر كامل كل 7500 سنة. فلذلك وقت اللي عدنا النسيء إلى المرتبة رقم 13 بدل ما يكون بالمرتبة رقم 9، زال هذا الشيء وأصبح معنا تقويم يستمر حتى لو 50,000 سنة إلى الأمام، بيظل القمر يأتي بنفس المنزلة مع الشمس.